اتفضل عرف نفسك. اسمي احمد احسان. استاذ احمد، كنت سامع نقاش كده حد بينك وبين اطراف اخرى. مش نقاش حد ولا حاجه، بس هم الناس في اختلاف هنا ما بين ان في ناس بتقول لك ده الاخوان هيجوا يعملوا مشكله والسلفيين يجوا يعملوا مشكله، كل عايز يمشي طريقه على مزاجه. هو الموضوع مش موضوع كده خالص، بس هو الموضوع الاختلاف اصلا بين الناس ان الجيش يمشي والجيش يقعد ومشاكل اللي عاملينها. لفت نظر اللي انت كنت بتنصح السلفيين وبتنصح الشق الاخر. بالظبط، عايزين يبقى طريقه النقاش وطريقه الكلام تبقى بطريقه كويسه. مفيش حد يشد على حد بطريقه الكلام، بالاسلوب، بالطريقه. اقنع حد بالراحه واسمع منه بالراحه واسمع وجهه نظره، وهو برده المفروض يسمع وجهه نظر الاخر، والاحترام برضو يعني موجود. كان جت سيره المجلس العسكري وبدائل المجلس العسكري والنقاش. انا شايف ان هو كانوا بيتكلموا ان في بديل للمجلس العسكري في الفتره الحاليه، وعايزين يعملوا لجنه منتخبه. بس انا شايف ان مفيش لجنه منتخبه دلوقتي تنفع، لان يعني لو حتى لو عملوا لجنه منتخبه دلوقتي الشعب برضو يختلف عليها. زي وزراء، زي مجلس وزاري، هيبقى في اختلاف برضو. فهو الطريقه اللي موجوده دلوقتي والمجلس اللي موجود دلوقتي هو ثابت وموجود عشان ما يبقاش في اختلاف عليه. لان البلد مش ناقصه زبزاب اكتر يعني. هو الخلاف اللي انا شفته ولمسته بطء المجلس العسكري في الحكومه. ما ده اكيد. ما ده اكيد. بس انت دلوقتي في فتره ما ينفعش نقعد كل شويه، وبعدين انت هتيجي في مجلس اعلى القوات المسلحه اللي هو اللي يعتبر ماسك البلد دلوقتي، عايز تعمل فيه تبديل. انت رئيس وزراء وعملت فيها تبديل وحصلت المشاكل دي كلها، فلما ماسك البلد نفسه وتعمل فيه تبديل وتغيير. الحلول ايه من وجهه نظرك؟ المفروض بتبقى مجلس الاعلى العسكري ان هو يسرع شويه في المحاكمات ويسرع شويه في الاجراءات القانونيه بتاعه المحاكمات ديت، هي دي اللي هتحل الناس دي كلها مشكلتها. هو ده الحل كمان، ان ما حدش يجيب سيره المجلس العسكري، انه لما يشوف حل ويشوف نتيجه، لان ناس كتير قوي ما شافتش نتيجه، واحنا فعلا ما شفناش نتيجه. النتيجه بطيئه وخدت فتره اطول. يعني كله متفق على البطء بتاع المجلس. البطء ده اساسي، ده اساسي، ده حاجه اساسيه، ان البطء دوت هو ده سبب المشاكل دي كلها. ان تخيل انت الناس لو شافت الاحكام ديت والمواضيع خلصت كلها في خلال شهرين او ثلاث اشهر بكتير قوي، المواضيع كلها خلصت، مش لاقي حد في التحرير. شكرا. تحت امرك. شكرا.